مشاهدينا الكرام، سعيد بلقائكم في هذه الظهيرة متابعة للحدث البارز يوم أمس، وهو يعني مرافقة الفريق أحمد قايد صالح إلى مثواه الأخير وتشييعه من طرف يعني جموع الجزائريين الذين توافدوا ومشوا في الجنازة تشييعا للرجل وإكراما للرجل واعترافا يعني بأدائه وبإنجازاته التي حققها من حيث الجملة، في خاصة في هذا الظرف بالذات في هذه العشر شهور التي مضت. إذن نحاول اليوم نتكلم على الاهتمام هذا الكبير خاصة من الجانب الإعلامي وكذلك من طرف الجزائريين وغيرهم الذين يعني سواء يعني علقوا على أو كتبوا منشورات ولا علقوا عليها، وحتى من خلال يعني وسائل الإعلام المحلية والدولية. إذن لمناقشة الموضوع أسعد باستضافة الأستاذ علي صحراوي، مهندس دولة روائي وناشط سياسي كذلك. مرحبا بك أستاذ علي. مرحبا بك أستاذ. الله يسلمك. إذن في تقديرك أنت سعلي، وش هو هذا الاهتمام هذا ب لماذا وش هو سر هذا الاهتمام بوفاة الفريق أحمد قايد صالح؟ يعني نبدأ لك بواحد الملاحظة، درت منشور في الفيسبوك، أنا قلت بلي شخصيا ما نكونش نتصور بلي يجي نهار وين أنا نقدر نضامن مع شخص عنده رتبة جنرال في الجزائر. قريتها نعم. ما نقدرش، كنت ما كنتش نتصور بلي نقدر نضامن مع شخص عنده رتبة جنرال، نظرا لأشياء كثيرة وترسبات كثيرة في مخيالنا وفي التجربة اللي عشناها في 91 وكيفاش صارت الأمور وكيفاش كنا ننظروا للمؤسسة بصفة يعني ولو ما هيش طريقة معلنة، ولكن في الدواخل تاع ذواتنا كنا نستبعدوا هذا الشيء، انه التفاف حول قائد اركان برتبه جنرال في الجزائر. البارح استاذ حتى في المخيال الجماعي الجزائري علاقتنا، ما نقولش بمؤسسه الجيش ولكن علاقتنا بمؤسسات الدوله عموما، كاين واحد الشرخ هكذا موروث من الاستعمار الفرنسي، حتى نقولوا بالعاميه تاعنا هذه تاع البيلك. تاع البيلك. البيلك نسبة إلى الإتراك، لو بيليك هذايا معناه تاع ناس يكونوا ما تحت واحد. لا، يرمزوا لسلطة للسلطة العثمانية يعني في المخيال الجماعي تاع البيلك، معناه موش تاعنا احنا. الملاحظة هذه يعني أنه كانت شرخ بين المؤسسة العسكرية وبين جموع الشعب، خاصة وين ظهرت أكثر في 91. في 91 لما تشوف أنه الشعب كله، نقولوا الشعب كله غالبية مشات في طريق، ومع المؤسسة العسكرية تجي بصفة هذيك تلغي المسار الانتخابي وتفوض ناس ما عندهم حتى شرعية انتخابية ويحكموا البلاد، يعني صرا الشرخ في المجتمع اللي خلى ممكن نكون أنا عينة، ما نقولوش أغلبية ولا أقلية، لكن عينة من الناس اللي كانوا ما يتصوروش انه يجي نهار اللي يمشي في مسيره يموت فيها جنرال. الله يرحمه على كل حال، قايد صالح ترحموا عليه ونقدموا العزاء لاهله. انا بالك تجاوزنا هذه النقطه هذه، ترحموا عليه ونقدموا العزاء لاهله وكل الجزائريين اللي امنوا به واللي ما امنوش به. معناها سالي البارح انت يعني ما جابوك في حافله من خارج الولايه، لانه قبل قليل قلت بانه حضرت قصر الشعب وحضرت العاليه يعني. نعم. ما جابوك من ولايه يعني ما ولايه اخرى يعني، ما عطاوك كاشير، ما عطاوك بنان، ما انت مواطن جزائري رحت اديت العزاء وشيعت الرجل الى مثواه الاخير وامثالك كثر يعني. البارح ما عطاونيش البنان، ما عطاونيش الكاشير، عطاوني قرعه ما عطاها لي واحد ملتحي اللحيه تاعو هنا حتى لصرتو. اي الله يبارك. يعني هذا التيار اللي من المفروض انه ظلمه الان هو يمد في الماء في الجنازه تاع المرحوم القايد صالح. يعني عرفان اللي ما قدمه او ممكن اللي ما قدمه وما لم او على ما لم يقدمه، يعني ممكن مجرد انه ما دارش اخطاء فادحه هي حسنه بالنسبه لي مقارنه مع غيره. هذا يعني المجتمع الجزائري راهو كاين اللي معاك على ما قدمت وعلى ما احجمت عنه، يعني كان بامكانك انك تقوم باشياء ما قمتش بها هذا تشكر عليه، وقمت باشياء ممكن ناس اخرين هم يتفقوا معك على الاشياء اللي قمتها هم يشكروك على هذا الشيء. الجنازه تاع البارح هي استفتاء، وكانه استفتاء على منجزات الرجل، كيف استطاع ان يحافظ على بروده الدم، كل الشتم وكل الكيل من الشتائم ومن التخوينات اللي كانت طالته. احنا مدرب تاع فريق هكذا، خلينا يعني ما كاش مجال للمقارنه، ولكن مدرب يحضروا له نقولوا
يعني 10,000 ولا 15,000 مناصر يسبوه مره ولا مرتين يرمي المنشار التلفزيون يخرج ويروح. احنا هذا فريق قائد اركان ونائب وزير الدفاع يعني الجزائر كانت على صفيح ساخن، ورغم التجاوزات ورغم الضغط ورغم المسؤوليات الكبيرة إلا أنه بقي صامدا يعني. وعلى نفس النهج يعني ما تبدلش النهج يعني، ولو ممكن أنا ما كنتش نتفهم هذا بردة الأعصاب، ما كنتش نتفهم بزاف الأمور، لكن الآن تشوف أنه يتوفى مباشرة بعد الانتخابات. أتصور لو أن هذا الحدث كان قبل الانتخابات بقليل يعني خلط الأمور، الآن ممكن نقول الجزائر هي على السكة، ممكن نوصل للحل، ممكن نوصل للحل نعم. لأنه الآن ما عندناش فراغ في المؤسسات، ممكن نتناقش براحتنا، ما عندنا حتى شيء راهي يرغمنا باش نكون مستعجلين. الآن ممكن الشعب الجزائري يوضع خلافاته هذيك العنجهية تاعو يحطها جانبا، وكل واحد يدافع على مشروعه، كل واحد يدافع على رؤيته في إطار واضح وما فيهش مخاطر، ما عندنا حتى خطط على انزلاقات. الآن ممكن النقاش يكون هادئ وبالعقل مش بالعاطفة، الآن خلاص وقت العاطفة، العاطفة والحشد العاطفي ودير الضغط العاطفي على الناس خلاص. الآن ممكن لو نتحينوا الفرصة هذه ونستغلوها ممكن نروحوا للنقاش عقلاني. ولكن أستاذ علي، كاين اللي تهمونا احنا وسائل الإعلام بمحاولة تسمى العزف على وتير على وتر العاطفة واستغلال الجماهير والشعب وكذا، وخليني أقول لك بصراحة، قالوا بأنه وسائل الإعلام وحتى الدولة والسلطة والجيش والمخابرات وما نعرفنا وش المؤسسات الدولة كلها استغلت جنازة الراحل أحمد قايد صالح يعني لاستدراك ما فاتها من الشرعية في الانتخابات اللي مضت. هذه المقاربة هذه في تقديرك أنت يعني ما مدى صدقيتها يعني؟ يعني لو جيك ظرف، انت جيك ظرف وناس يخرجوا مع الجنازه هذه بكل عفويه يا سيدي، ماشي بكل عفويه، ببعض من العفويه، لانه كاين الناس اللي كانوا جاوا بعفويه، وانا كنت البارح يعني اشخاص عاديين يعني جاوا يشوفوا جاوا يحضروا جاوا يشكروا جاوا يعني مشاركه في هذا الحزن اللي عمل الجزائر، ولكنه حزن ممزوج بواحد نقولوش فرح، ممزوج بواحد التفاؤل، لانه شخص ادى ما عليه بالنسبه للكثير من الجزائريين ومشاو معاه. انت كنت تستغلها، اذا كان تستغلها في صالحك مش عيب انك انت تبين الشعب الجزائري ومعدن تاعو. طيب في تقديرك انت، هل المؤسسات اليوم في الجزائر كان عندها وقت يعني؟ ما وفاه قائد الاركان يعني ماهيش حاجه بسيطه جدا، لو كان اون روتريت وتوفى امر عادي، ولكن هذا هو راس هرم أقوى مؤسسة في البلد لكل المؤسسات ربما تهتز. خليني أقول لك أنه مؤسسة الرئاسة في الجزائر اختطفت في مرحلة ما، لولا أن الله قيض لهذه الأمة مؤسسة اللي هي مؤسسة الجيش، أنقذتنا من مخالب عهدة أبدية، مش عهدة خمسة، عهدة أبدية يعني. يعني كان عندهم الوقت في تقديرك هكذا باش هي عفوية يعني، هي جات المفاجأة للجميع، كل الجميع تفاجأ بالخبر. أنا ما صدقش الخبر في الأول، كان قاعد نشوف في القنوات، أول قناة خرج في البلاد أنه نعم. تأكيد وفاة المرحوم أحمد قايد صالح، وكانت يعني صدمة بالنسبة للكثير من الجزائريين. لكن أنك تبينها في التلفاز تقول استغلال، واللي يستغلها بشكل آخر أنه استغلال، إذن هذا حدث تعرضوا انت وكل واحد يفهم وش يحب. مثلا نقول كلمه، انا غير مسؤول عن فهمك طبعا، انا نقلت الحدث كما شفتوا الكاميرا، كما جابوش ناس وداروا مونتاج بفوتوشوب ولا وراوا المسيره، وانت اقرا كما حبيت. نعم، انت اقراها بالطريقه اللي تساعدك، اما انه تطلب منه ما ينقلهاش هذا غير معقول. غير معقول حدث كما هذا يحضر له ملايين، ممكن ملايين جزائريين، هذا غير معقول انه ما ينقلش. وحتى الاجانب يعني حضروا، انا شفت البارح خلينا من السفراء وكذا، كاين شخصيات حضرت من بينهم، مثلا يوم امس شفت عبد الفتاح مورو، شفت كثير من الشخصيات اللي حضرت، كثير من الناس ربما في وسائل الاعلام ما شاهدوش رؤساء الاحزاب والجمعيات، ولكن كلهم حضروا يعني، ما الا القليل منهم ربما اللي ما حضرش، ولكن اغلبيه الشخصيات الوطنيه وكذا حضرت هذه الجنازه يعني. هو سيذكر التاريخ، سيذكر التاريخ انه شخص كان بامكانه انه يكون كاي قائد من قاده المنطقه تاعنا ولم يتصرف مثلهم.
يعني التاريخ سينصفه التاريخ يوما ما وسينصف الجميع وسيذكر الجميع بأفعالهم. الآن توفي الله يرحمه وترك الجزائر بمؤسستها. الآن أكبر عرفان للعمل اللي قام به هو المواصلة والاستمرار في نهج إصلاحي لإصلاح الدولة وإعادة هذا الشيء مهم، إعادة الشعب للاصطفاف خلف الدولة. لأنه لو تكون عندك مؤسسات والشعب لا يصطف مع سياساتك ولا يشاركك في النظرة لا يشاركك في التوجه ما تقدرش تدير دولة. الدول باش تنطلق في صناعة التاريخ، يعني نهج في التاريخ أنه الشعوب برامج رؤى وأفكار. إذا كان ما كانش التفاف الشعب وراء السلطة كيفاش نحبوا نبنوا بلاد؟ إذا الآن لازم نلتفوا حول المشروع المشترك اللي تبناه الغالبية، ما نقولوش معظم لأنه ما كانش هذا الإجماع، هذا راهو كاين غير في المخيلة تاع بعض الناس. إذا نشوفوا مشروع الغالب الجامع للجزائريين وتتبناه السلطة ويلتف حوله الشعب باش نقدروا نروحوا في الاتجاه الإيجابي للتاريخ، غير هذا لا يمكن. طيب يوم أمس أستاذ علي، هل من بين المسائل اللي يمكن نقراوها في رسالة الشعب أنه اللي خرج يمشي حقا؟ أنا أسأل، الشعب خرج يمشي وراء مشروع، وراء رؤية، وراء استراتيجية، لم يخرج يمشي وراء قايد صالح فقط رحمه الله وجزاه عنا وعن الشعب الجزائري والجزائر أحسن الجزاء وخير الجزاء. يعني خرج يمشي وراء مشروع، هل يمكن تقرأ لي حاجة في هذا المشروع هذا؟ يعني وكأنه الشعب البارح خرج، صحيح خرج يقول أنا في حاجة إلى قائد يأخذ بيدي إلى شاطئ التطور التنمية، شاطئ الاستقرار، شاطئ الانسجام، ولكن في نفس الوقت كذلك خرج وراء مشروع. طبعا لأنه المشروع المرفوع من الالتفاف هذا حول المؤسسة العسكرية هو مشروع إنهاء الوسائل الفرنسية، إنهاء الهيمنة المصالح الأجنبية على المصالح الوطنية، مش غير الفرنسية يعني. إذن الشعب يؤمن ولا يريد أن يجد شخص يجسد طموح أن الجزائر تصبح دولة مستقلة تتعامل مع الدول وفق مصالحها وليس وفق تبعية عمياء لمصالح أجنبية. هذا مشروع في حد ذاته يكفي، يلتف حوله الشاب والشيخ والمرأة والصغير والكبير. يعني إنهاء الوصاية الفرنسية على الجزائر. البارح السفير الفرنسي لما جانا كنت حاضر سمعنا الحس، رحنا تقدمنا قال لك السفير الفرنسي تحية الجزائر، وكأنه رفض لوجوده ولو أنه راح يدير في عمل بروتوكولي، لكن الشعب أعطاله رسالة. الآن التدخل الفرنسي السابق بنفس الطريقة وتدخل السافر في شؤون الجزائرية هذا لازم يوضع له حد، لأنه راه يثير حزازات ومشاعر الشعب الجزائري. غير معقول أنه نستمر في هذا النهج. في تقديرك أستاذ علي، هل يعني فرنسا مثلا، نتكلموا على فرنسا بالتحديد، فهمت الرسالة خلال وسائل إعلامها، تغطيتها، حديثها، هل في تقديرك فهمت الرسالة ولا ما فهمتش؟ نظن بلي فهمت الرسالة، وما هيش رسالة من الجزائر فقط. لما نشوفوا الأحداث اللي راهي تجري في الدول الإفريقية الفرنكوفونية مظاهرات لنهاية قطع الحبر السري هذا اللي يغذي الخزينة الفرنسية، نهاية التعاون بالفرنك الإفريقي، فرنك السيافة حيلغيوه يجروا عملة جديدة. يعني كلها مؤشرات أنه إفريقيا الآن تتحول ممكن نحو الصين، ممكن نحو الشرق ممكن. لكن هذه الرسالة لما فهموهاش سياسيا الفرنسيين الآن ويحافظوا على المصالح، المصالح المشروعة دولة ودولة، لكن أن تحافظ على هيمنتك على شعوب ومقدرات أمم ومقدرات شعوب. إحنا نعيشوا في الجوع، وهو قال لك فرنسا ما عندها حتى منجم ذهب، لكن عندها من أكبر احتياطي الذهب في العالم. وتشوف مالي مثلا اللي تنام فوق الكنوز من الذهب، تعيش الفقر والتهميش والأمراض، تنهش يعني أجساد الشعب، هذا غير معقول. معقول لا بالنسبة للمثقف الفرنسي كمثقف إنساني من قوسين، ولا بالنسبة للمؤسسة اللي عندهم. لازم يفهموا الآن أنه انتهى وقت الهيمنة والسيطرة على الشعوب. الآن الشعوب تريد أن تقرر مصيرها، والحكام تاعنا أولى باش يفهموا هذا الشيء. طيب أستاذ علي، كاين بعد آخر من خلال حدث تاع يوم أمس، هل في تقديرك اليوم ينبغي الاستثمار الآن في هذه الهبة هذه تاع يوم أمس، الهبة الشعبية هذه، موقف قايد صالح ينبغي الاستثمار فيه من قبل الرئيس الجديد عبد المجيد تبون اللي الآن هو صاحب الأمانة، يعني هو المسؤول علينا، عنده 5 سنوات والمسؤول، هل في تقديرك
ينبغي عليه أن يحسن استثمار هذه اللحظة التاريخية هذه وهذا المعطى التاريخي وهذا الوضع الجديد في الجزائر. يعني لما كان ملتقطش هذا الإشارة أنه الشعب مستعد يلتف مع إنسان الحد الأدنى، الناس مش تطلب الآن في المستحيل، تطلب دولة وطنية تراعي مصالح الشعب الجزائري. إذا كان فقراء نقبله، أغنياء نقبله، لكن أنه تشوف مقدراتك وثرواتك تستغل بطريقة غير عقلانية لصالح دول أجنبية، لصالح لوبيات أجنبية، لما تشوف الكم الهائل من النقود اللي نشوف فيها دي كونتينر تاع دراهم، يعني شيء غير مقبول. الآن لو هذا الرئيس سيتبون العملة الصعبة، لا العملة الوطنية اللي يلقاها في المزارع، يعني يقول دو كونتينر معمرين في مزرعة في مستغانم ولا في غليزان، يعني شيء رهيب هذا أنك دو كونتينر تقول لي دو كونتينر دي مليار دي مليار، هذه ماهيش شيء بسيط. الآن رئيس الجمهورية المنتخب الآن بغض النظر عن من انتخب ومن لم ينتخب، الآن هو أمام رهان صعب. إذا كان يريد أن يضع الجزائر في سكة الإيجابية أنه هذه المطالب الأغلبية واضحة يمشي مع الأغلبية، الآن نبني دولة. إذا كان بقينا نعاودوا نلتفوا على المطالب الأغلبية ونعاودوا نديروا الشرخ بين الشعب وبين السلطة اللي تحكمه ما نروحوش البعيد، لأنه من الشرط الأساسي لأي دولة باش تكون في الاتجاه الإيجابي للبناء والتشييد أنه يكون الشعب والسلطة عندهم مشترك، والمشترك ومصلحة الوطن. إذا كان ما نشوفوا في المصلحة الوطنية بنفس الطريقة مستحيل نروحوا لبناء دولة، وهذا هو الموضوع الآن، بناء دولة جزائرية للجزائريين بالجزائريين من أجل الجزائريين. طيب أستاذ علي، هناك من يعني ناس يعني تخوفوا هكذا بوفاة فريق أحمد قايد صالح، تخوفوا من وقوع تحول من المستقبل، مما قد يمكن أن يكون في الأيام القليلة المقبلة والشهور المقبلة. في تقديرك هل هذه المخاوف هذه لها ما يبررها، ولا أنت تشوف بأنه يعني المؤسسة العسكرية تبقى يعني المؤسسة الصلبة والقوية في الجزائر واللي لا يمكن أن تتزعزع يعني بوفاة شخص رغم أهميته، ولا بوفاة قائدها الأول يبقى الآن لازم نشوفوا، لازم نكونوا واقعيين في التحليل. مثلا المؤسسة العسكرية اللي تبدل العقيدة تاعها في 20 سنة 180 درجة لا يؤتمن أنه ممكن تغير. إذا كان أنا حابين نديروا السياسة ونديروا نبنيوا دولة، الآن لازم المؤسسة العسكرية العقيدة تاعها تبقى راسخة خالدة وثابتة، جزائرية للجزائريين من أجل الجزائريين وبالجزائريين. هذه هي العقيدة نتاعها اللي تكون. أنا ما نقدرش نخير لك التيار اللي تمشي فيه ولا اللون اللي بس يتلبسه، أنا نحمي الوطن. الآن المؤسسة العسكرية لكن بعد 20 سنة نعود نولو إلى 180 درجة واحدة أخرى، لا، إذن يكفينا هذه التجارب. الآن الشعب هو واضح، الأغلبية واضحة والمطالب واضحة. المؤسسة العسكرية مع القايد صالح راح تشوف فيها نقولوا نوفمبرية باديسية، ومع الأخرين ما لوش كان. إذن إذا كان هذه المؤسسة العسكرية تغيرت القيادة، تغيرت الإيديولوجية نتاعها ولا الخط تاعها تغير، هذا شيء خطير. الآن المؤسسة العسكرية لازم تثبت على المبادئ اللي نشاركوا فيها كل الجزائريين، ها نبدأ منها، نبدأ من الأساس أنه الجزائر المقومات الثقافية، المقومات التاريخية، المقومات الدينية، ولماذا نتكلموا عليها الآن نفصلوا في هذه. الآن ما نتكلموا شكون وطني أكثر وشكون يصلي أكثر وشكون يصوم أكثر، الآن نتكلموا شكون يقدم أحسن للجزائر، شكون اللي يبني أكثر. أما أنك تقولي أنا وطني أكثر منك، ولا أنت كي تصلي أكثر مني ولا ما تصليش أكثر مني، أنا بيناتنا واش راح ندير بصلاتك؟ ولا أنت كي تقولي نحب الجزائر باش نقيسوا الترمومتر تاع حب الجزائر، يكبر إنجازات. إذا وريني على أرض الواقع، ما تهدرش وريني المواطنة واش خدمت لها الوطن، واش خدمت لها الوطن وحريتي. أنا خليني نكون حر باش نعرضك، ممكن غدوة منك نقتنع ونأيدك. اما انك تقمعني باش نايدك عمري ما نحس بلي راني حر، حتى ونحبك ما نقدرش نقول لك انت. استاذ علي، كاين كذلك في يوم امس تقريبا وكانه الشعب الجزائري لما خرج، تقولت كان بمثابه استفتاء، يعني الشعب خرج بمثابه استفتاء. واش تقصد بالاستفتاء؟ يعني نتصوروا كم من قائد اركان مدفون في المربع شهداء؟ واحد قلت لك، واحد سي القايد، واحد كم من واحد، يعني هذا كم من واحد مشى في جنازه جنرالات قدم اللي توفوا؟
ممكن انا نشوف شكون مشيت في الجنازه تاعهم. مشيت في جنازه المرحوم مهري عبد الحميد مهري مشيت فيها وكانت بصدق وبعفويه. انا بكيت على مدني مدني بعد ما اقصيه بعد ما هم يشبعت حب الناس لشخص بقى لانه عرفانا لانجازاته. السي المرحوم قايد احمد صالح نفس الشيء، انا حسيت نفس الاحساس. انا نتكلم عن نفسي دوك الان، لا الزم احدا بمشاعري لكن انا واش حسيت البارح العفويه. البارح كنا في المقهى يعني طولت وقعدنا واقفين وما خلوناش ندخلوا، قعدنا في المقهى وكان قدامنا واحد مزموره مزموره برج زموره برج زموره ايوه ويتكلم واحد اللغه القبيليه فصيحه. برج بوريري برج بوريري يتكلم واحد القبيليه. انا قلت لك تتكلم بالفصحى يعني قبيليه وكانها لحنها جميل على الاذن. نعم. ويتكلم بالعربيه لانه ما يعرفش الدارجه مليح، يتكلم بالعربيه الفصحى. هو مريح منا مزموره وانا مريح منا ما نعرف منين، والاخر مريح منا من منطقه الخضاريه ولا ما على باليش. مريح بين ربعه وما نتعرفوش يعني ونقصروا ونحكيوا ولا واحد فينا جبد خلافات. كنا نتكلموا على شخص توفي وانجز انجاز وضع الجزائر على سكه الامان وانتهى الامر. نعم. لا فيها لا استغلال ولا اي شيء. الان كنت حبيت تستغل ولا حبيت تستفز ولا هذا شغلك. استاذ علي انا نتمنى انه المؤكد ماشي نتمناو انه اليوم الجزائر يعني خرجت بالانتخابات الرئاسيه، خرجنا من مرحله لي زون دو توربولونس يعني مرحله الاضطرابات والاهتزازات. الحمد لله الان رانا كاين رئيس هو يتحمل مسؤوليه الجزائريين ويتحمل مسؤوليه الوطن. نظن بانه يوم امس كما قلت وقع استفتاء قائد الاركان وراء يعني كل الفريق اللي كان يعمل معاه في المؤسسة العسكرية انتهجوا سياسة معينة. فجاء يوم أمس الجزائريون ليؤكدوا موافقتهم على هذا النهج هذا، ونتمنى أنه إن شاء الله تزيد تمشي الأمور إلى ما هو أحسن. أستاذ علي صحراوي مهندس دولة وروائي كذلك، مشكور. ممكن كلمة برك ختامية لو تحب. أنا نوجه كلمة للشعب الجزائري كله، الحراك والضغط على السلطة هذا ليس عيب. أنك تضغط في اتجاه الحسن، لو نضغطه في الاتجاه الإيجابي من أجل تحقيق المطالب هذا راح يكون عون للسلطة في اتجاه المطالب الخارجية. لو يكون الضغط الشعبي يستغل في الاتجاه الإيجابي أنه تقطع يد الخارجية، لأنه الشعب لما يضغط الحاكم يستجيب. هذه مبادئ الديمقراطية، الشعب يضغط في الاتجاه الإيجابي والحاكم يضغط في نفس يطبق في نفس الاتجاه، هنا ممكن نحل المعادلة. أما إذا بقينا واحد يضغط في الاتجاه السلبي والآخر ينفذ في الاتجاه السلبي، مستحيل أن نروحوا للاتجاه اللي ممكن يبني بلاد. نتمنى أنه إن شاء الله بشوية هكذا نحاول نحلوا مشاكلنا ونحلوا مشاكل الجزائر. إذا سعيد بخدمتكم وأضرب لكم موعد يعني غدا إن شاء الله، وبعد غد إلى ذلك الحين أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.